وكنقلب على ستاج لدوك الطلبه في الجامعه وما عمر عطاني شي واحد ريال فلا في الدوله ولا في غيره. اول منضه شديتها في حياتي من عند الدوله هو من حيث وليت وزير. انا دائما مستقل مع راسي وعندي ونهار جاتني تنضحك على كل هذا فهم فرحت بها لان فرحت بها لان اول مره كتجيني منضه ما عمرني جاتني المنضه. كنت محامي فرحت انني انا حتى انا اول مره ما كنعطي للدوله الضريبه ما عمرني خديت مع الدوله اول مره كتعطيني شي حاجه الله يجزيها بخير. لذلك ف وعلى كل هادو كيقولوا لي اسكت.